موظفين تابعين الدوائر الدوله، وقدمنا على هذا مشروع زهور بغداد، وهاي السنه الثالثه صار يقطعون من رواتبنا وكل شيء ما قاعد نشوف. نروح على المشروع يقول المصرف التزامات ما عنده. زين هي مو دوله وسياده، واكو قوانين واكو التزامات واكو عقود. اخر شيء هسه طلعنا مظاهره على المجمع، قالوا مدير المصرف انه المدير المصرف قاعد يتشرد وقاعد يتلكئ بالتسديد. انا من المقدمين على شقق ال100 متر. زين ايش وقت تسلم انا اذا لحد الان مدير المصرف مدى يطي؟ مدى يطي المستثمر؟ شلون هاي يعني احنا شغلتنا والله لحد الان احنا ما ملتقين به ولا شايفين ولا سامعين منه شيء. يقول لنا فد حكايه على مود المستثمر يكمل ما يكمل ما نعرف. عقد الشيء الاساسي بانه الاداره ملزمه انه على كل بنايه تكمل يدفع 80% من قيمه البنايه. طيب هسه هي كامله 6 بنايات وديطينا خدم ديطينا كهرباء المستثمر ديطينا كهرباء ديطينا ما دي هذا، لكنه اداره المصرف يعني شخص استاذ رشاد ما قاعد يلتزم بهذا، ما قاعد يعطي الفلوس، ما قاعد يعطي 80%.